هذا وأكد قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الركن عبد الغني الأسدي لأخبار الآن أن ما تبقى من مقاتلي داعش هي أعداد قليلة منهم، وفي كل يوم يتم قتل الكثيرين منهم خلال عملية تحرير الموصل القديمة. الأسدي أضاف بأن قواته بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة أحكمت سيطرتها على جميع المنافذ التي من الممكن أن يستغلها مقاتلو داعش للهروب، وبات الحصار مطبقا عليهم من جميع الجهات. الأعداد قليلة ودائما في تناقص، يوميا تقتل من عندهم عدد معين، اللي باقي ضمن إمكانيات جميع القطاعات اللي متقدمة الآن باتجاه ما تبقى من موصل القديمة إن شاء الله. هذه محاولات بائسة ويائسة إذا صارت قبل يومين أو تصير بعد يوم أو يومين، لن يكتب لها النجاح إن شاء الله. كل الإجراءات متخذة وكل الطرق مراقبة، وإن شاء الله الأمور جيدة.